نشرة الظهيرة من الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم. أهلا بك مروة. أهلا بك ياسر وأهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري حرص مصر على استكمال مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات التنمية للجميع، مشددا على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول السد. وخلال لقائه رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية مايكل لوكوند، أشار عبد العاطي إلى طلب مصر والسودان بدعم منهجية التفاوض بشكل فاعل، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بحث المسؤولان التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما قام عبد العاطي بافتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة كينشاسا الذي أنشأته مصر، مشيرا إلى أن هذا المركز يستهدف حماية المواطنين من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة. يبدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد على مكة المكرمة اليوم تمهيدا لبدء مناسك الحج التي تستمر لمدة 5 أيام وتقتصر على المقيمين في السعودية ممن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا. ويأتي الحج هذا العام في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الوباء، حيث يؤدي المناسك هذا العام نحو 60,000 مقيمة مقارنة بنحو 1.5 مليون في عام 2019. واختير ضيوف الرحمن هذا العام من بين اكثر من 500,000 متقدم وفق نظام تدقيق الكترونية. حذر خالد عبد العال محافظ القاهرة من أنه سيتم تحرير محاضر في حالة القيام بذبح الأضاحي بالشوارع، كما سيتم فرض غرامات تصل قيمتها إلى 10,000 جنيه على المخالفين. وأكد المحافظ أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة لاستقبال أضاحي المواطنين وتوفير خدمة الذبح مجانا. جاء ذلك خلال تفقده مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعدادات استقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى. واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، مطالبا بتشديد الرقابة وضرورة رفع المخلفات. كشفت وزارة التنمية المحلية عن توفير 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية بسعر 70 جنيها بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء. وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن ذلك يأتي وفقا لتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وجمعية مواطنون ضد الغلاء، وذلك بمقر الوزارة لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ. بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 18 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 40%، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم الأسر المصرية. تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتشمل باقي محافظات الجمهورية، وبذلك تمتد المبادرة إلى كل المحافظات، حيث أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 18 منها تزامنا مع احتفالات مصر بثورة 30 من يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتهدف من خلالها توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل إلى 40% مقارنة بماثلاتها خارج إطار المبادرة في 755 فرعا لكبرى السلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية،
والمتاح أسماؤها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنقدم للشعب المصري تخفيض على اللحوم في موسم اللحوم يصل إلى أكثر من 30% على أجود أنواع اللحوم. بنقدم تخفيضات على كل السلع الاستراتيجية اللي يحتاجها المواطن لرفع العيب عنه. والله كويسها اللي أنا بوفر لك السلعة وبسعر رخيص. وبصراحة الحاجة ممتازة جدا جدا. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. كما يشارك كبار التجار والموردين في هذه المبادرة، حيث يتم توجيه سيارات محملة بالسلع الأساسية إلى الميادين الرئيسية لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من تلك التخفيضات، إضافة إلى الشوادر والمنافذ المقامة لهذا الغرض. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية تشارك في هذه المبادرة من خلال توجيه قوافل من المساعدات الإنسانية إلى المناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأشد احتياجاً، لتوزيع عبوات تحتوي سلع أساسية على المواطنين من قاطني تلك المناطق. احنا بنورك اللي بينا اشتد عونك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد، وجهت وزارة الداخلية قوافل خدمية إلى المناطق الحضارية الجديدة والمناطق الأولى بالرعاية، تضمنت خدمات طبية للكشف على المواطنين بالمجان في مختلف التخصصات وصرف الأدوية اللازمة لهم، كما تضمنت إتاحة خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال سيارات مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية، يستطيع المواطن من خلالها الحصول على مصدرات القطاع في سهولة ويسر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر كلنا واحد. مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ولدعم الأسر المصرية، وتؤكد كل يوم نجاحها في هذا الاتجاه، وأنها المبادرة الاجتماعية الأهم على صعيد دعم المواطنين وتحقيق التكافل الاجتماعي والحياة الكريمة لهم. مشاركة واسعة من كبار الموردين وكبرى السلاسل التجارية في مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 18، لتؤكد بها من جديد أنها تقف إلى جانب المواطنين وتهدف إلى تخفيف الأعباء عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن كل من راهن على سقوط الوطن وانهيار الدولة خسر رهانه، وأن الوطن بقي رغم كل ذلك. تصريحات الرئيس السوري جاءت خلال أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة تمتد لسبع سنوات بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه. وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر مايو الماضي ب 95% من الأصوات في استحقاق هو الثاني منذ عام 2011. قتل متظاهر بالرصاص في محافظة خوزستان خلال مظاهرات تشهدها المحافظة الواقعة جنوب غربي إيران اليوم الثاني على التوالي احتجاجا على شح المياه. وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن المتظاهر قتل ليلة الماضية برصاص أطلقه مجهولون عندما تجمع المئات للتعبير عن غضبهم جراء نقص المياه الناجم عن الجفاف المستمر منذ مارس الماضي. وتواجه إيران موجات جفاف متكررة خاصة في الجنوب نتيجة لتراجع سقوط الأمطار بنسبة نحو 50% مقارنة بالعام السابق. تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات عملية إجلاء نحو 18,000 من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية أثناء وجودها على الأراضي الأفغانية بالتزامن مع مهمات سحب الجنود الأمريكيين حتى 31 من الشهر المقبل. في السياق ذاته أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي استمرار تقديم المساعدة الأمريكية الأمنية للأفغانستان خلال الأشهر المقبلة، إلا أن المتحدثة رهنت قدرة الحكومة الأفغانية على التصدي لتقدم حركة طالبان بقدرتها على الاتحاد كدولة.
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 153 شخصا، بينهم 133 على الأقل في ألمانيا وحدها. وتتوقع السلطات الألمانية زيادة حصيلة القتلى خلال الساعات القليلة المقبلة مع ارتفاع عدد المفقودين إلى 1300 شخص. في غضون ذلك تتواصل عمليات البحث عن ناجين بالمناطق التي اجتاحتها الفيضانات غربي ألمانيا، مع استمرار ارتفاع مستويات المياه في العديد من البلدات وانهيار المنازل. وأفادت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا بأن الفيضانات تسببت في انقطاع التيار عن 114 ألف منزل غربي البلاد. نتحول إلى البرازيل التي سجلت أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون أمريكيون أن سلالة دلتا المتحورة تدفع إلى زيادة حالات الوفاة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة. وذكرت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن حالات الإصابة بكورونا ارتفعت بنسبة 70% على مدى الأسبوع الماضي، كما ارتفعت الوفيات بنسبة 26%. وأضافت أن أغلب هذه الارتفاعات حدثت في مقاطعات تشهد معدلات تطعيم أقل من المتوسط. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست حالات وفاة أمس. وأشارت وزارة الصحة إلى خروج 799 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315 متعافيا. أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الفنية أن ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل بدء الامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة ليس له علاقة نهائيا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم. ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعب الأدبية غدا الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بعدها تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك حتى 23 من الشهر الجاري، على أن يتم استئناف امتحانات الثانوية العامة في 24 من الشهر الجاري بالامتحان في مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصرية. شكرا لك مروة، شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.